السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. هاد النهار بغيت نحضر السفة بالشعرية، الشعرية رقيقة. عندي هنايا 500 غرام نص كيلو، غادي نحتاج ليه الملحة، نحتاج ليه الزيت، السكر الثقيل، الزبيب للديكور، الزبدة، القرفة للديكور، اللوز مسلوق ومفسوخ ومقلي حتى هو للديكور، ولكن ما كيكونش مسحوق بزاف، شوية حرش. أول حاجة تنبداو بها كندهنو الشعرية ديالنا بالزيت. الأول كنديرو لها شوية زيت كتيرة باش ملي كنسقيوها بالماء ما كتجيش رطبة بزاف. التفويرة الأولى كندهنها بالزيت مزيان وغادي نردها تبخر، وفي الثانية كنرشها بالماء بزاف وكندهنها بالزيت وكنرمي لها الملحة، قياس هاد الملحة. هي السفة دابا ملي تبخرات التبخيرة الأولى جلسات شي قسمين وهي كتبخر، حيت دهناها بالزيت كنخليها بزاف تبخر. دابا غادي ندير لها الملحة، قياس هاد الملحة باش نرشها بالماء. على فكرة دابا السفة ديال شحال هادي، كنا هادي ديال الشعرية كانت 7 ديال التفويرات، دابا كاين اللي كيدير لها غير تفويره وحده وكيدير لها الماء طايب يسقيها في الكسكاس بالماء طايب باش تجي مسربيه، ولكن انا اللي راه غادي ندير لها اكثر، غادي نفورها 3 ديال التفويرات والرابعه غادي نخوي عليها شويه ديال الماء السخون وندهنها ثاني بالزيت ونردها كتبخر. دابا هانتوما غادي تشوفوا الطريقه معايا، دابا كنشها شويه بالماء غنخليها تشرب هاد الماء عاد نردها تبخر. هيا بعد ما شربت الماء انا غادي نردها التفويره الثانيه. التبخيرات الثانية أنا غادي نخويها باش نسقيها ثاني بالماء. دابا غادي نسقيها بالماء حتى تشربو عاد نردها ثاني تبخر. هي دابا ملي فورتها 2 تفويرات مع تنسقيها بالماء هي ولات تترطب، هي ولات على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبقى هكا حتى تشرب هذا الماء وردها تبخر التبخيره الثالثه. دابا غادي نرد هذا الزبيب اللي غادي ندير به تزيين نردو يتبخر في الكسكاس. طبيعة الحال هذا الزبيب راه مغسول، خليته شويه في الماء. ها هو الزبيب تبخر، نخوي الكسكاس باش ندير فيه السفه التفويره الثالثه. انا غادي ندير الزيت هادي التفويره الثالثه. هي التفويره الثالثه دابا انا طيبت الماء في الغلايه غادي نخوي عليها وهي في الكسكاس.
غادي نخويه هكايا ونخليه حتى تشربو. هاد الماء منين كتخوي عليه هكا طايب، ولكن راه درت ليه 3 ديال التفويرات ماشي دابا، هذا كيرطبها مزيان، كتولي رطبه صافي. دابا هي تسقطرات في الكسكاس، انا طلقتها في القصعه، غادي ندهنها عاود بالزيت ونردها تبخر. دابا راني دهنتها بالزيت، كنحاول باش ندخل فيها الزيت، ولكن ما ديروش بحالي انا، شويه ديال كيستعملوا السخونيه نتوما حتى تبرد شويه عاد تقادوها صافي. دابا غادي نردها ثاني تفور، هادي دابا الرابعه. هي السفه وجدات، دابا هادي الاخرى. غادي نرمي ليها الزبده، سكر ثقيل، صافي. دابا ان شاء الله تنديرها في طبق التقديم، هذه هي الطريقه ديالها. هي السفه ديالنا وجدات، كما سبق وريت لكم اللوز والزبيب بخرته قدامكم في الكسكاس، هو هذا اللي درت انا، هذا هو الديكور، ودرت القرفه خطوط. بالنسبه للناس اللي عاد تيكتشفوا القناه، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. تنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله وراه كاين الجديد، وشكرا.